جراء المقر الصحفي الذي تهجم على هي السيدة مديرة المدرسة. فهمتني؟ هذا المقال التضليلي الذي كانت نيته الثلب والمس من كرامة زميلتنا. نحن نستنكر هذا المقال الذي لم يكن حرفيا في العمل الصحفي، إذ وجب عليه التحري. أقل شيء هو أن يلتقي بالسيدة المديرة ويأخذ الحقائق ليكون المقال أقرب للموضوعية. حسب اللقبات اللي قرناهم كل المعلمين كلها من المنطقة، فما اتهام كبير ياسر هو أنها تقبل في تلامذة الأثرياء البعاد، وهذه تهمة كبيرة جدا لا نقبلها ونرفضها. فهمتني؟ احنا في احتجاج وكنا نتمنى أن ما نقوموش به لمصلحة المدرسة، لكن تلزينا للشيء هذاتي، اضطرينا للشيء هذاتي، واحنا في تضامن مع زميلتنا الاخر في الاخر لحظة. ووقع الاتفاق على أنه هذا المقال عاري من الصحة، وأنه الإدارة ستتكفل بتتبع هذه الجريدة والرد على المقال.